الاكوزيشن تايم او السكان تايم بتاعنا ممكن ان احنا نبص عليه من قبل كده ان هو عباره عن عدد الاكوزيشنز بتاعتنا اللي احنا بنعملها عشان ناكواير كي سبيس. اتفقنا ان الجزء بتاع الكي اكس اللي هو الفريكوانسي انكودنج ده ببلاش لان احنا بناكواير في ملي سكندز. الجزء بقى اللي هو بين كل رو والتاني اللي هو في الكي سبيس هو ده اللي بياخد لنا وقت. فالسكان تايم هو عباره عن تي ار تايمز ان واي نمبر اوف فيز انكودنج ستبس في الواي نمبر تايمز ان زي اللي هي نمبر اوف انكودنج ستبس في الايه في الزي. لو احنا عندنا فيز انكودنج في اتجاه الزي، لو احنا عندنا سلايس سيلكشن في اتجاه الزي يبقى دي بتساوي واحد. الكلام ده كله ملتيبلاي طبعا بالنمبر اوف اكسايتيشنز اللي هي نمبر اوف افرجز. يعني لو انا بعمل افرجنج باتنين يبقى معنى كده باكواير نفس الفوليوم مرتين، يبقى معنى كده السكان تايم بتاعي بيبقى الضعف. فلو احنا عندنا ملتيبل سلايس سيكونس بقى احنا ممكن اكشن نعمل حاجه بنسميها انترليفنج. يعني لو احنا بنعمل ملتي سلايس مش فيز انكودنج في اتجاه الزي ممكن احنا ناخد في نفس التي ار ممكن ناخد عدد من السلايسز مش سلايس واحده، نتيجه ان انا دلوقتي كل سلايس من السلايسز اللي عندي موجوده في مكان مختلف. فانا ممكن اكشوري ان انا اخلص الار اف بالس بتاعتي اللي هي بتسلكت سلايس مثلا يعني ات 1 سنتي واكسايت بعد كده على طول ار اف بالس تعمل لي اكسايتيشن للسلايس عند 2 سنتي. فيبقى معنى كده انا باكواير الاثنين اولموست بانترليفنج كده بحيث ان هما الاثنين ما ياخدوش وقت. فانا اكشوري ممكن وذين نفس التي ار اعمل سيلكشن او اعمل اكويزيشن لعدد بيساوي تي ار على تي سلايسز ابروكسيمتلي يعني. اوكي فمعنى كده ان انا يعني ممكن ان انا استغل بقى المالتي سلايس اكويزيشن ده ان انا اوبتمايز الايه اكويزيشن بتاعي بحيث ان انا لو عندي تي ار كبيره استغل الكلام ده ان انا اخد عدد كبير من السلايسز واوفر على نفسي الوقت بتاع السكان تايم اللي هو بحتاجه علشان اكواير كل سلايس على حده.